بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. معكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله نبدأ مع بعض شرح يونت نمبر 2. يونت نمبر 2 بتتكلم عن موضوع شيق جدا، موضوع حلو جدا. اليونت دي متقسمة لتو ليسنز. ليسن نمبر 1 اسمه ميرورز، وليسن نمبر 2 اسمه لينسز. وفي ميرورز اند لينسز يعني هنتكلم على مواضيع يعني شيقة شوية. فاكرين احنا زمان كنا خدنا حاجة اسمها ريفراكشن؟ مش هكلمكم الاول عن الريفلكشن، انا هكلمكم عن الريفراكشن. كان فاكرين لما كان النور ده بريزم، فاكرين البريزم اللي هو كان عبارة عن منشور زجاجي كده، او بريزم كان عبارة عن ازاز والازاز شفاف، كان اللايت لما بيعدي في البريزم ده كان بيعدي وبيتقسم لسيفن سبيكترم كولرز. احنا في الدرس ده مش بنتكلم على ترانسبيرنت جلاس، احنا بنتكلم على مراية، ميرور. يعني النور اللي نازل ده، اللايت اللي نازل ده هيتعكس تاني. يعني انت لو نزلت شعاع نور، شعاع النور ده او اللايت راي ده it will reflect. يعني ايه reflect؟ هو نزل كده وهيتعكس، يعني هو نزل وبالتالي لقى مراية شفافة فهيتعكس، فحصل له حاجة اسمها reflection. احنا النهاردة هنمسك المبدأ بتاع الreflection ده، او اساس موضوع الreflection، ان بيحصل انعكاس للضوء تاني، ونبتدي نتكلم عنه في حاجة اسمها mirrors. فتعالوا نعرف الاول يعني ايه light reflection. light reflection بكل بساطة معناه the bouncing of the incident ray. كلمة incident يعني اللي داخل، النور اللي داخل، وكلمة bouncing يعني رجوع. The bouncing, it is the bouncing the light ray in the same medium. في نفس الميديم. يعني ايه في نفس الميديم؟ هو النور هنا لما نزل ورجع تاني، مش رجع في نفس الميديم، رجع في نفس يعني رجع في نفس الميديم. يعني المراية هي، هو ما دخلش جوه المراية، هو رجع من فوق المراية، يعني في نفس الميديم. in the same medium when it strike، لما بيخبط a reflecting surface. يعني ايه reflecting surface؟ يعني حاجة يعني بتلمع او شايني زي الازاز، والازاز ده انا حاطط فيه طبقة من السيلفر اوكسايد عشان تظهر لي الصورة بتاعتي. فاحنا بنتكلم على the mirror، وإذا بنتكلم على ميرور احنا بنتكلم على ريفلكتنج سيرفيس، على سطح بيلمع، والسطح اللي بيلمع ده لما بينزل عليه لايت او بينزل عليه نور بيتعكس. يبقى عندنا اول ديفينيشن مهم جدا، هو اسمه لايت ريفلكشن. لايت ريفلكشن معناه ايه؟ معناه باونسينج اوف ذا انسيدنت لايت ري ان ذا سيم ميديوم وين ات ستريكس ا ريفلكتنج سيرفيس. يبقى كل الحكاية قايمة على موضوع الريفليكشن ده، ان في نور بينزل على مراية ويرجع تاني. طيب هل الريفليكشن ده ليه قوانين؟ يعني ان انا لما نزل نور على مراية ويرجع ده ليه رولز او ليه لو؟ في حاجة اسمها لو اوف ريفليكشن، قانون الانعكاس. لو اوف ريفليكشن، the first law بيتكلم عن the angle of incident equal the angle of reflection. يعني انت لو عندك incident ray، نور داخل، فالنور اللي داخل ده هو هيتعكس زي ما انت شايف كده. النور لما بينزل هيبتدي يتعكس. نوضح لكم الصورة شوية. The light ray when it fall بينزل على mirror. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده عبارة عن mirror، دي كده مراية. اي نور هينزل على المراية دي هيتعكس بأي زاوية. يعني انت لو نزلته بأي انجل، اللي انتوا شايفينه قدامكم ده عبارة عن ميرور،
والميرور دي في حاجة اسمها نورمال. النورمال ده اللي هو نص يعني العمودي عليها او البربنديكولر اون ذيس ميرور, علشان اعرف الانجل يعني الري ده نازل بزاويه قد ايه, بانجل قد ايه. فمثلا دي هنتكلم على الفيرست لو, لو الري ده نازل, لو النور ده نازل بانجل مثلا نخليها مثلا 40, فانا الري بتاعي نزلته على الميرور دي بانسيدنت انجل ايكوال 40. انسيدنت انجل يعني ايه انسيدنت انجل؟ هفهمك حاجه, ان الري اللي نازل ده اسمه انسيدنت ري, والانجل اللي نزل بيها بينه وبين النورمال اللي هو بيربنديكولار تو ذا ميرور اسمها انسيدنت ري, اسمها انسيدنت ايه؟ ري. يبقى انا عندي دلوقتي حاجتين, عندي ري نازل بانجل معينه, في الحاله دي احنا خليناها 40. بيقول لي ايه بقى؟ ان لا ده ما دام هو نزل بانجل 40 لازم يتعكس بانجل 40. It will reflect at the same angle of incident. The incident angle equal the reflected angle. الانجل اللي انت هتنزل بيها هي الانجل اللي هيرجع بيها, ولو غيرت الانجل دي خليتها مثلا 50 it will reflect by 50. If you made it 90 it will reflect it by 90. Sorry, 80 it will reflect by 80 degree. ونفس الكلام لو 90 it will be reflected, بس هنا في كيس يعني غريبة شوية, 70 هيبقى هيتعكس ب 70, 80 هيتعكس ب 80. طيب لو 90, الله فين الري؟ اولا انت ازاي هتعكسه ب 90 لما الزاوية ما بينه وما بين النورمال مش ده الري اهو؟ الري جاي, الري جاي بانجل كام؟ ده الري جاي بانجل 90 it will reflect by 90, فانت مش هتشوفه, هو برضو معمول برايت انجل, انت اصلا منزل اللايت برايت انجل فهيمشي برايت انجل. نفس الكلام لو انت نزلته بزيرو, بصوا لو انا نزلت اللاين بزيرو it will reflect on itself, هيتعكس على نفسه, يعني النور اللي نازل كده هيرجع كده. هي الزاوية بينه وبين النورمال كام؟ تعالوا نرجع تاني لموضوع الزاوية بينه او الانجل between the normal and the incident ray. احنا عندنا حاجة اسمها incident ray. The incident ray هي الانسيدنت ري, هو الري اللي نازل اللي هو انتوا شايفينه ده. الري ده ممكن ينزل ب 0 ديجري او ب 1 او ب 2 او ب 3 او بهكذا. ده الانسيدنت ري, بس البروجرام عندي في امكانيات كتير قوي وبالتالي بس بظبطه. ده انسيدنت ري على نازل على الميرور دي بانجل 50 it will reflect at 50 degree. دي اول قاعدة في موضوع الريفليكشن. يبقى law of reflection احنا بنتكلم فيه عن ان the first law بيتكلم عن angle of incident equal angle of reflection. ايه تاني؟ the second law كان بيتحفظ, the second law the incident ray the reflected ray and the normal are lie كلهم او all lies in the same plane perpendicular to the reflecting surface. كلهم موجودين بشكل عمودي على ال reflecting surface, هو ده ال reflecting surface. وبالتالي ال normal اللي هو المفروض ان هو قدامكم ده النورمال ده الخط العمودي ده وال incident ray وال reflected ray كلهم موجودين بيربنديكولار تو ذا ريفلكتنج سيرفيس. ده الريفلكتنج سيرفيس اهو, وبالتالي كلهم فعلا موجودين بشكل عمودي عليه او كلهم فوقيه بمعنى اصح. يبقى ذا فيرست لو بيقول ان ذا انجل اوف انسيدنت ايكوال ذا انجل اوف ريفلكشن. طب دي فاهمينها, ان انا لو عندي ري نازل بانجل مثلا 30 هيخرج بايه؟ بانجل 30. هتلاقي ان الانجل اوف انسيدنت هي الانجل اوف reflection. تاني حاجة إن the incident ray, the reflected ray and the normal are lie all of them lie in the same
perpendicular to the reflecting surface. دي اول قاعدة او اول كلامنا على الميرورز، ان انت لازم تبقى فاهم يعني ايه ريفليكشن، ان النور بيرجع تاني. تاني حاجة قوانين الريفليكشن. بس خلينا برضو نتعرف بشكل ادق على الانسيدنت ري. ذا انسيدنت ري هو الري اللي داخل، وريفليكتد ري هو النور اللي خارج. يعني اللي داخل ده اسمه انسيدنت ري، طيب اللي خارج اسمه ريفليكتد ري. طيب الانجل اوف انسيدنت دي الانجل اللي دخل بيها مع النورمال، ده النورمال. الانجل اللي دخل بيها في الحاله دي 50. طب الانجل اللي خرج بيها هي اسمها ريفليكتد انجل، اللي خرج بيها مع النورمال برضو هي ايكوال، هتبقى ايكوال ايه للانسيدنت. الكلام ده جميل جدا. طيب يبقى the incident ray is the light ray that fall on the reflecting surface. The reflected ray is the light ray bounces اللي بيرجع from the reflecting surface. طيب angle of incident to angle of reflection، ال angle of incident angle between the incident and the normal، and the angle between the reflection by angle of reflection the angle between reflected ray and the normal. وفي وات هابن مشهور جدا بيجي بيقول لي هو ايه اللي هيحصل لما النور ينزل عمودي على المرايه، يعني نازل بانجل زيرو. وات هابن وين ذا لايت راي فول بيربنديكولار تو ذا ريفليكتنج سيرفيس، ات ويل ريفليكت اون اتسلف، هيرجع معكوس على نفسه لان مفيش انجل، مش الانجل زيرو، هو هيرجع برضه بانجل زيرو فانت مش هتشوفه. يعني النور هينزل ويرجع على نفسه لو نزل عمودي على المرايه كده، يعني الانجل زيرو. بيكوز ذا انجل اوف انسيدنت اند ذا انجل اوف ريفليكشن از زيرو. انت بتكلمني على مرايات، ان دي كده مراية، وان المراية دي بتعكس النور اللي بيجي عليها. طيب انا عندي كام نوع من المرايات؟ I have two types of mirrors. عندي نوعين من المرورز. Number one called plane mirror، ودي المراية اللي هي مستوية كده. وعندي حاجة تانية اسمها spherical mirror، والspherical mirror هي بتكون مراية ليها كيرف زي اللي انتوا شايفينها دي، يعني مراية ليها كيرف اقدر ان انا اشوف المراية اللي ليها كيرف دي. مثلا لو انا مسكت معلقة، لو انت مسكت معلقة والمعلقة دي جديدة، يعني لسه معلقة نظيفة، فالمعلقة دي هتلاقي ليها شايننج سيرفس، يعني هتلاقي ليها سيرفس بينور. وهنبتدي نتكلم على الميرورز دي لما، او النوع ده من الميرورز، لما نيجي للجزء الخاص بالكيرفد ميرورز. بس انا هحاول خلال الفيديو ده ان انا استخدم مجموعه من الابلكيشنز اللي ان شاء الله هتعجبكم جدا في الشغل بتاعكم. ده شكل السفيريكال ميرور، يعني احنا عندنا بلين ميرور واضحه اللي هي خط مستقيم، وعندنا بلين ميرور، عندنا بلين ميرور وعندنا سفيريكال ميرور. ده شكل السفيريكال ميرور. السفيريكال ميرور هي عباره عن ميرور لو انت نزلت عليها نور، النور ده هيتعكس، بس هيتعكس بقوانين تانية. يعني انا لو عندي نفس السورس اوف لايت ده ونزلته على ميرور عاديه، هتلاقي النور ده اتعكس برضو، بس بيكون لي رولز مختلفة. شايفين الميرور دي؟ الميرور دي انا دي بلين ميرور في الحالة دي. انا عاوز الدرس ده لازم تكونوا متخيلين انا حاليا ماسك مراية، اللي انا ماسكه ده مراية، اول ما بحط المراية قدام النور بتعكسه، بس ليها قوانين معينة. وبرضو نفس الكلام لو انا جبت ميرور والميرور دي سفيريكال، دي اسمها سفيريكال ميرور، برضو نفس الكلام هتخلي النور يتعكس بس ليها قوانين تانية. واخدين بالكو ان هنا النور اتجمع، اما هنا النور برضو بصوا عمل ازاي. في كل كلام ده هنتكلم عنه. احنا كلامنا كله في الفترة اللي جاية في الدرس ده هيكون على نوعين الميرور دول. اول نوع اسمه بلين ميرور، تاني نوع اسمه سفيريكال ميرور. تعالوا نتعرف على first type of mirrors which called the plane mirror. Plane mirror is the simplest type of mirrors which is formed by plane mirror. يعني هي عبارة عن مراية مستوية، والمراية المستوية دي ليها مجموعة من properties، ليها مجموعة من المواصفات. توضح قوي المواصفات دي
في صورة الراجل اللي واقف ده. الراجل اللي واقف ده الصورة دي بتوضح كلام كتير جدا. نمبر وان، الصورة اللي اتكونت للراجل ده في المراية هي صورة inverted ولا minimized؟ يعني تخيل ان انت واقف قدام مراية، انت بتشوف صورتك، وبالتالي الميرور دي والفورم يور ايمج هتكون صورتك. هي بتكون صورتك upright يعني عدلة ولا مقلوبة؟ ولا inverted، كلمة inverted يعني مقلوبة. طيب upright يعني معدولة. هل الصورة هنا معدولة ولا مقلوبة؟ لا، الصورة معدولة، يبقى اسمها upright. اسمها ايه؟ upright. يعني الصورة اللي بتتكون في plane mirror، لان بعد شوية احنا هنتكلم على ان spherical mirror بتكون الصورة مقلوبة. يعني هي حاجة غريبة جدا، في مرايات بتبقى spherical يعني مش مستوية كده، بتلاقيها ايه عاملة زي اكنها جزء من دايرة كده زي المعلقة. يعني احيانا تشوف الصورة مقلوبة، فلازم تبقى عارف ان الصورة اللي بتتكون في الميرور العادية اللي هي البلين ميرور بتبقى upright زي الصورة دي بالظبط. لو انا الوقت تخيلت ان اللي في النص ده، اللي في النص ده كده، ده كده الايه الميرور، والسهم ده عبارة عن ايمج، فالايمج دي بتاعت او الاوبجكت ده ليه صورة. شايفين الايمج عمالة تظهر اهي؟ فلو انا وقفت الايمج الاوبجكت قدام الايمج هيتكون له ايمج ولا لا؟ سوري اتلخبطت. لو انا وقفت الاوبجكت قدام الميرور هيتكون له ايمج ولا لا؟ اكيد هيتكون له ايمج، اي مكان هتروح فيه هيتكون له ايه؟ ايمج. فانا الصوره لو وقفت قدام الميرور اي ويل فورم ايمج. ذس ايمج از ابرايت. يعني ايه ابرايت؟ يعني معدوله او اركت، بنسميها upright أو erect. يبقى أول property للبلين ميرور واللي بتجيلك دايما في الامتحانات يقولك هي الصورة دي upright ولا inverted؟ لا upright عادي، أنا واقف قدام مراية بصرح فأنا شايف نفسي عدل. طيب البروبرتي التانية أو المعلومة التانية اللي عاوزين نعرفها عن البلين ميرور، إن الصورة بتبقى equal in size، لأن في مراية التانية بعد كده في السفيريكال هنعرف إن هي مش equal in size، وبالتالي الصورة في البلين ميرور. يعني مثلا انت واقف قدام المراية، هو مش ده حجمك؟ يعني انت بتلاقي نفسك صغنن في المراية ولا بتلاقي نفسك مثلا تخين قوي؟ لا، انت بتلاقي نفسك هو ده حجمك. لو انت رفيع هتبقى رفيع، لو انت وسط هتبقى وسط، لو انت مثلا تخين شوية هتبقى تخين شوية عادي، فهو ده حجمك، المراية مش هتكذب عليك. ف the image is equal in size. الراجل اللي واقف ده لو انا بصيت له هلاقيه هو حجمه، ونفس الكلام الاوبجكت اللي متكون ده هو ده حجمه. يبقى نمبر 1 the image is upright، نمبر 2 equal in size. الحالة الثالثة مهمة جدا، ان the image is virtual. يعني ايه virtual؟ virtual يعني غير حقيقية، مش يعني وهمية. معنى ايه؟ ان لو انت سبت المراية ومشيت خلاص صورتك راحت. يعني the image formed when the object is in front of mirror. يعني لما يكون لما يكون الاوبجكت قدام المراية الايمج تتكون، الاوبجكت مش قدام المراية الايمج ما تتكونش. يعني لو انا قدام المراية هشوف صورتي، مش قدام المراية مش هشوف صورتي. يبقى the image is virtual، يعني ممكن تختفي مع اختفاء الاوبجكت. هو نمبر 3 دي ليها معنى تاني هنعرفه بعدين، يعني ليها تفصيلة تانية، ان هي it can't be received on screen. يعني خليك فاكر النمبر 3 دي، ممكن تحط جنبها كده نوت ان هي it can't be received on screen، وهنشرح يعني it can't be received on screen في الفيديوهات اللي جاي. بس تعالوا ناخد اهم نقطة في الدرس ده، وهي the image is laterally inverted. يعني ايه laterally inverted؟ مش انت لسه بتقولي ان الصورة عدلة؟ انا بقولك ان الصورة upright يعني عدلة او erect، انما هي في الحقيقة
laterally inverted. يعني ايه laterally inverted؟ يعني معكوسة بال horizontal كده. يعني ايه؟ ركزوا معايا، هي حاجة غريبة شوية، جايز يعني ما خدتوش بالكم منها قبل كده. هو الراجل اللي بيسلم، يعني هو الراجل عامل نفسه اكنه بيسلم على الراجل التاني، هو رافع ايده اليمين، الراجل ده رافع ايده اليمين، الايمج بتاعته رافع ايديها ايه؟ الله، دي رافع ايديها الشمال. هو الراجل ده صورته عكس الراجل ده، ده صورته معكوسة مش مقلوبة، معكوسة. جرب انت تقف قدام المراية وترفع ايدك اليمين، الصورة هترفع ايديها ايه؟ هترفع ايديها الشمال. الله، هي لاترالي انفيرتد. لو انت معلق مثلا، او انت معلقة وردة على كتفك اليمين، الصورة بتاعتك هتبقى معلقة الوردة على كتفها ايه؟ على كتفها الشمال، وهي يعني وهي الايمج بتبص لك. هو انت طبعا الايمج، يعني عشان بس ما تتجننش، الايمج نفسها هتلاقي الوردة فين؟ هتلاقي الوردة على كتفك الشمال وهي على كتفك اليمين. يعني انت اقفي قدام المرايه وارفعي ايديك اليمين مثلا، هتلاقي الصوره بترفع ايديها الشمال، فالصوره معكوسه. يعني جرب تكتب اسمك على ورقه وتبص على اسمك في المرايه، يعني هات اسمك واكتبه وحطه قدام المرايه، هتلاقي اسمك مكتوب بالعكس. علشان كده الناس اللي بتوع الاسعاف لما بيجي يكتبوا كلمه امبولانس على الاسعاف، اللي هي كلمه اسعاف بالانجلش، بتلاقيهم كاتبين الكلمه بالعكس، هم كاتبين الكلمة على العربية بالعكس. فأنت تستغرب هم ليه كاتبين الحروف بتاعت الكلمة مقلوبة. لأن أنا لما أنا أكون سايق عربيتي وعربيتي الإسعاف جاية من ورايا ومكتوب عليها أصلا الكلام بالعكس، هتبان عندي على المراية بالعدل. ما هي مكتوبة على العربية بالعكس، هتبان عندي عدلة. إنما لو هو كاتبها على العربية إمبلنس معدولة، لو كاتب الكلمة معدولة عنده على العربية، هتبان عندي مقلوبة، مش هبقى فاهم ايه اللي مكتوب ده. فهي غريبة شوية ان الايمج دي اللي بتتكون على البليم ميرور بتبقى لاترالي انفيرتد، بتبقى لاترالي انفيرتد. So the image is laterally inverted or reversed. دي نمبر 4. نمبر 5، وهي بوينت مهم جدا، وهي the distance from object to image، from object هنشطب دي لو انتوا بتنقلوا ورايا او هتصوروا الملزمة دي او هتعملوا فيها اي حاجة. الكلمة دي مكتوبة غلط، دي مش image، دي from object to mirror equal the distance from image to mirror. يعني اولا دي الميرور، فالمسافة بتاعت الصورة، سوري، المسافة بينك وبين الميرور، المسافة اللي بينك وبين الميرور هي بالظبط المسافة اللي بين الايمج والميرور. توضح قوي الحكاية دي في الجراف ده. لو انا حطيت اوبجكت قدام ميرور، الايمج بتاعته هتتكون جوه عند نفس الديستنس. انا هنا حطيتها عند 1، حطيت الاوبجكت ده عند 1، the image will form it at 1. ولو رحت farther، لو انت رحت بعيد، the image at 6 مثلا it will be formed at the same point. لو انا رحت عند 7 it will form it at 7 وهكذا. يبقى شايفين الصورة والحاجة بتبان بنفس الشكل. لو انا حطيت، شايفين الرسمة دي بتوضح ان هي laterally inverted. يعني ايه laterally inverted؟ جرب كده تحط القلم بالشكل ده، بشكل بزاوية كده، هتلاقي القلم متكون جوه بزاوية، وبالتالي الصورة laterally inverted وequal in size و the distance between the object and the mirror equal the distance from mirror to the image. تعالوا كده يعني نتوكل على الله ونحاول نفهم مع بعض spherical mirror. spherical mirror هو
نفس الميرور بس مش بلين، يعني مش مستوية كده، لا هي مش مستوية يعني ليها كيرف. أكنك عملت إيه؟ أكنك جبت سفير، والسفير دي قمت عامل لها إيه؟ خدت منها حتة. يعني ايه خدت منها حته؟ يعني لو اللي قدامكم دي مثلا دايره، بس الدايره دي ليها سنتر، يعني خلينا نتفق اي دايره في الدنيا، اي سيركل في الدنيا هي ليها سنتر، يعني احنا متفقين على المعلومه دي. تخيلوا بقى معايا حاجتين، ان الدايره دي بتلمع، يعني ايه بتلمع؟ يعني كوره مثلا، والكوره دي اما ان هي بتلمع من بره او ان هي بتلمع من جوه. هقولها لكم تاني، تخيل ان انت ماسك سفير، ماسك كرة، الكرة دي بتلمع من بره وعتمة من جوه، او يعني الجزء الداخلي بتاعها دارك عادي خالص ما بيلمعش، او العكس انك ماسك كرة من بره عادية خالص مش بتلمع، بس من جوه بتلمع، كورة كورة خالص عادية خالص، كورة من برة بتلمع ومن جوه عادية، أو من جوه يعني بتلمع ومن برة عادية. وجيت أنا قمت واخد جزء من السفير دي، خدت حتة كده. شايفين بقى اللي ظهر لي ده، الارك اللي ظهر ده، ال 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 الجزء ده اللي أنا خدته ده، السنتر ده تبعه ولا لأ؟ الحته دي ركزوا في كل حاجه انا بعملها، هو برضو الحته اللي انا خدتها دي مش ده السنتر بتاعها؟ والحته دي كانت جزء of whole sphere، جزء من دايره كامله. هي دي السفيريكال ميرور، يعني حته من دايره، والدايره دي كان ليها سنتر. وكل شغلنا في الفترة اللي جاية هيبقى على ميرور، بس الميرور دي مش بلين، دي سفير او بارت اوف سفير، جزء من دايرة زي المعلقة بالظبط. لو انت جبت معلقة هتحس ان المعلقة دي مدورة، فيها لو بصيت في الجزء اللي بتاكل بيه اللي هو المدور ده، دي نوع معين، ولو قلبت المعلقة على ظهرها وشفت الجزء اللي طالع ده كده، ده نوع تاني. طيب حلو الكلام ده، تعالوا نعرف يعني ايه spherical mirror. spherical mirror is a type of mirrors in which the reflecting surface is a part of whole sphere، يعني جزء من دايرة كاملة أو كورة. الميرور دي ممكن تكون واحدة من اتنين، لإما كونكيف ميرور، وفي حالة الكونكيف ميرور الجزء اللي منور هو اللي جوه، لإما تكون كونفكس وفي الحالة دي اللي منور هو اللي بره واللي جوه ده مش منور. يعني أنا عندي two types of spherical mirrors، I have concave mirror and convex mirror. The definition of concave mirror is the mirror its reflecting surface is a part of inner sphere أو inner surface of sphere، الجزء الداخلي من السفير هو اللي منور، هو اللي بيعكس النور، وبالتالي شكلها مقعر كده، بنسميها بالعربي مقعرة، تحس ان هي من نص كده ايه منورة. اما الconvex، the mirror its reflecting surface is a part of outer sphere، الجزء اللي بره من الكرة دي هو اللي منور، هو اللي شايني، هو اللي هقدر اشوف فيه صورتي.
يبقى أنا عندي نوعين من الميررز، السفيريكال ميررز بمعنى أصح، كونكيف أند كونفكس. طيب هو في فرق بين الكونكيف والكونفكس؟ تعالوا نشوف الكلام ده. ده شكل لميرر، دي عبارة عن بارت اوف سفير، يعني ده جزء من دايرة. تعالوا نجيب نور وننزل النور ده على الميرور دي. تعالوا نخليه بيم احسن. بصوا لو انا جبت كشاف نور وضربته في الميرور دي، الميرور دي بتعمل ايه؟ It will collect the light، بتجمع النور. يعني لو الجزء ده كده في الحالة دي اسمها concave، اسمها ايه؟ concave mirror. دي الميرور اللي من نوع الكونكيف دي اللي الانر بارت منها هو اللي شايني، it collects light، بيتجمع النور. ودي very important point، ان هي بتجمع it converge the light. طب تعالوا ناخد مصدر الضوء ده ونخليه يجي بالعكس. ده بصوا لما خلينا الميرور دي اعتبرناها ان اللي جوه هو اللي ضلمة وان اللي بره هو اللي منور، دي بتعمل ايه؟ هي بتجمع النور هنا ولا بتفرقه؟ دي بتفرق النور، دي بتخلي النور بدل ما هو كان متجمع. دي بتعمل ايه؟ دي في الحالة دي diverge the light، هي بتجمعش النور ولا حاجة. عكس التاني، التاني في حالة الكونكيف كانت بتعمل converging، اما دي بتعمل diverging، بتفرق النور. لو انت بصيت كده هتلاقي النور مش بيتجمع، ده النور ايه؟ بيتفرق، بيتفرق بقوة كمان. اما لو جينا خلينا السورس اوف لايت ده يخبط في كونكيف ميرور هتلاقيها بتجمع النور. زي في الحالة دي، في الحالة دي هي بتجمع اللايت، بس لسه هنخش في تفاصيل الموضوع ده، مش عاوز اشتتكم من دلوقتي. ولكن تخيلوا ان دي كونكيف ميرور اهي، الميرور دي بتجمع اللايت قدامها. هنيجي لكل ده خلال الشرح بتاعنا. يبقى دي احنا بنتكلم على point number two، ان the effect of light effect on light rays converge the light rays، اما هنا في الconvex it diverge the light rays. طيب الاقي فين في الميرور اللي spherical اللي هي concave؟ concave خلاص اتفقنا ان shining surface ان اللي بيلمع او الريفليكتنج سيرفيس انر، يعني من جوه بيلمع. هلاقي فين السنتر بتاع الدايره دي؟ هلاقي فين السنتر اوف كيرفيتشر؟ كلمه سنتر اوف كيرفيتشر، لو انت عندك دايره السنتر بتاعها اسمه سنتر اوف كيرفيتشر، فلو هو ده اللي قصدك عليه، لو هي دي الميرور، لو هي بتلمع من جوه، القسم اللي انا مش هقول عليه على الدايره دي، وبالتالي السنتر هنا هيكون ان فرونت اوف ريفليكتنج سيرفيس، يعني السنتر بتاع الجزء اللي هيتجمع فيه النور قدام الميرور. اما في حالة الكونفكس ده النور بيتشتت، بس السنتر بتاع الدايرة دي فين؟ انا هفترض يعني ان انا كملت الدايرة، طبعا مش هتيجي، استحالة تيجي يعني مظبوطة، بس السنتر هنا فين؟ السنتر هنا ورا الشايننج سيرفس ولا قدامه؟ يعني في الحالة دي هو قدام الشايننج سيرفس، in front of it، ده center of curvature. اما هنا السنتر اوف كيرفيتشر، كلمه سنتر اوف كيرفيتشر هو سنتر الدايره على فكره، سنتر اوف كيرفيتشر فين؟ ده بيهايند، هنا في الحاله دي ايه؟ بيهايند ذا ريفليكتنج سيرفيس، بيهايند ذا ريفليكتنج سيرفيس، يعني هتلاقي سنتر اوف كيرفيتشر ورا الشايننج سيرفيس. ده دروينج لي الكونكيف ودروينج لي الكونفكس. يعني بيجي في الامتحان يقول لي درو ا جراف فور او درو ذا كونكيف اند كونفكس لينس، اهي هترسم له نفس الرسمه دي، ان هنا بيحصل كونفرجنج فور لايت، يعني تجميع النور، اما هنا بيحصل دايفرجنج فور لايت. فاكرين لما اتكلمنا على ان الميرور دي هي جزء من دايره؟
يعني ايه جزء من دايره؟ انت علشان تيجي ترسم مثلا لينس، فانت هي جزء من دايره، الجزء ده اهو، يعني هي دي الايه الميرور بتاعتك، صح ولا لا؟ فهي كانت جزء من دايره، فلازم تتخيل ان هي يعني ايه واخده كيرف كده، فهي شبه جزء من دايره. فاي سيركل، اي دايره ليها سنتر، ليها السنتر بتاع الدايره دي. او لو جينا رسمنا، هي طبعا الشكل ده مش واضح قوي، بس اكيد الجزء ده هو سيركل، انت خدت الميرور، يعني الميرور دي ليها سنتر، السنتر بتاع الدايره اصلا اللي كان الميرور دي جزء منها. So we have very important definition called center of curvature. The center of curvature معناه center of a sphere that the mirror is considered a part of it. يعني هي جزء من الدائرة اللي كانت الميرور دي جزء منها، فليها center. طيب ده حاجة مهمة جدا السنتر ده، لأن احنا هنستخدمه بعد كده. تاني حاجة، حاجة اسمها radius of curvature. يعني ايه radius of curvature؟ هو احنا لسه قايلين ان هي عبارة عن circle، فالسيركل دي اللي هي الدايره دي مش هي مثلا عامله كده وانا برسم، علشان برسم بايديا فمش عارف اجيب السيركل بالظبط، بس هي ليها سنتر، صح ولا لا؟ ما دام ليها سنتر يبقى ليها ريديوس. الريديوس انتوا عارفين هي ذا ستريت لاين فروم ذا سنتر اوف سيركل تو ذا اني تو اني بوينت اون ذا سيركل سيرفيس، على سطح الدايره، وبالتالي ده اسمه ريديوس. يبقى ده السنتر اوف كيرفيتشر وده الايه الريديوس. فريديوس اوف كيرفيتشر هو the radius of a sphere that the mirror is a part of it. عندنا definition تالت وهو ball of mirror، the ball of mirror وهو نص الميرور. يعني انت لو عندك دي ميرور فنصها بالظبط ده اسمه بي، يعني البوينت دي اللي عند النص بالظبط اسمها بي، وهتلاقي البي دي دايما في نص الميرور. the ball of mirror is point that in the middle of the reflecting surface of the mirror. The principal axis. Principal axis هو حاجة مهمة جدا. احنا اتفقنا ان ال C هنا ودي هنا، لو دي نص الدائرة، لو ده نص اللي يعني اللي ايه، انا مش بشرح على الجراف دلوقتي، انا بس بقول لكم يعني ايه principal axis. دي الميرور بتاعتي اهي، النص بتاعها بالظبط اللي هو الهاف بتاعها بالظبط اسمه بي، يعني البوينت ات ذا سنتر اوف ذا ميرور اسمها بي. وعندنا السي ده اللي هو السنتر اوف كيرفيتشر، ده بيبقى قدام الايه الميرور. الستريت لاين بقى فروم سي تو بي، الستريت لاين من السي للبي، الخط اللي هو مستقيم ده من السي للبي، ده اسمه برنسبل اكسس. طب لو انت خدت خط من السي لاي نقطه ثانيه على الميرور، بنسميه حاجتين، لا اما ريديوس، وهو ده ريديس وده ريديس، يعني ده كده خط من السي للسيرفيس بتاع الميرور، وده برضو ريديس. بس ايه اللي يميز الخط ده عن الخط ده؟ هو ان الخط ده اسمه principal axis، هو اللاين that connect center of curvature to the ball of mirror. اما اي لاين تاني بيوصل للسي باي نقطة على الميرور، فده اسمه secondary axis. So we have two main definitions: the principal axis, the straight line passes by the ball of mirror and the center of curvature. هو اللاين اللي بيوصل السي مع البي، السي مع الايه مع البي اللي هو في النص بالظبط. طيب السكندري اكسس، any straight line that passes by the center، يعني هو اي straight line بيعدي على الايه على السنتر، and any point on the surface except the ball of mirror، لان هو لو عدى على البول اوف ميرور معنى كده ان هو principal axis، انما لو ما عداش، لو على اي نقطه تانية من السي لاي نقطه تانية على الميرور، بنسميه secondary axis. عندنا حاجه مهمه جدا اسمها focus، ولو اعتبرنا ان دي السي ودي البي، فالهاف ديستنس بتوين ذم، المسافه اللي في النص بالظبط ما بين السي والبي اسمها اف، اسمها ايه اف. So the center of the principal axis is called focus. It's called e focus. بنحط له السيمبل اف. معنى كده ان الاف ده ايكوال هاف ريديوس، مش ده الريديوس، مش ده كده ريديوس من اللي هو النص القطر بتاع الدايره اللي هو اللي هو الريديوس ده، المسافه اللي في النص بالظبط اللي هي من السي والبي دي اسمها
F اللي هي focus of the mirror. يعني focus is the point of collection of parallel rays after being reflected from the concave. وهي دايما الاف ده موجود في النص. وهو بيقول لي ايه؟ لو انت نزلت لايت، لو انت حطيت لايت على، لو في لايت ريس نازله على ميرور، لازم تتجمع عند الاف. يعني هي دايما بتتجمع عند ايه؟ دايما بتتجمع عند الاف. يعني البوينتس دي هتتجمع فين؟ تروح عند الاف. الاف دي اسمها فوكس. وعندنا حاجه، ما دام عندنا فوكس فعندنا حاجه اسمها فوكال لينس، اللي هو المسافه من الاف للبي، يعني المسافه من الهاف راديوس للبي. معنى كده the focal length equal half radius، من الاف للب اسمها focal length و equal half radius، او ان radius equal to f اللي هو مش ده كده half radius وده كده half radius. معنى كده ان الاف equal او سوري ان الار اللي هي الار دي كلها بتساوي 2 ايه؟ 2 او 2 focal length، بتساوي ايه؟ double focal length. What happened in the following لو انت عملت incident ray fall to parallel to principal axis. من هنا هيبتدي الشغل بتاعنا في الدرس ده، وهو ان لو انت نزلت لايت راي، اللايت راي ده لو هو نازل parallel to principal axis it will reflect passing to the focus. يعني هو لو عدى، لو جاي اصلا من السورس بتاعه جاي parallel to principal axis it will reflect and pass to the passing on the focus، هيعدي على الايه؟ على الفوكس. دي قاعدة اساسية، يعني دي حاجة أساسية، إن أنت لو عندك light ray و light ray ده جاي parallel to principal axis it will reflect and pass to أو reflect passing through the focus، هيعدي على الفوكس. طيب لو هو جاي بقى من الفوكس، يعني تخيل معايا إن اللايت ده مش جاي parallel، لأ ده جاي رايح على الفوكس على طول، فهيخرج، هيخرج إيه؟ parallel to principal axis. يعني أنا عندي حالتين، لإما هو يجي parallel للبرنسبل اكسس، ده البرنسبل اكسس هو الخط، الخط اللي بيوصل البي مع الاف مع السي كده اللاين ده. لو هو جاي بارلل للبرنسبل اكسس هيخرج على الاف، ولو هو جاي من الاف، لو هو جاي من الفوكس ات ويل ريفلكتد بارلل تو برنسبل اكسس. فدول حاجتين، يعني دول حاجتين عكس بعض. لو هو جاي بارلل هيخرج على الفوكس، لو جاي على الفوكس هيخرج على البارلل، هيخرج يعني ايه؟ بارلل تو برنسبل اكسس. طيب الحالة الثالثة، لو الانسيدنت ري باسنج ثرو سنتر اوف كيرفيتشر، لو هو جاي ما عداش على الاف ماشي، ولا جاي بارلل للبرنسبل اكسس، يعني هو ولا جاي بارلل ماشي وهينزل على الفوكس، ولا جاي من الفوكس هيخرج بارلل، ده جاي على السي على طول اللي هي سنتر اوف كيرفيتشر، فا ات ويل ريفلكت اون اتسلف. بيجي في الامتحان يرسم لك كده ايه؟ يرسم لك ميرور كده ويجيب لك السي ويجيب لك لاين جاي معدي على السي، ويقول لك ايه؟ اهو اللاين كده كومبليت ذا دروينج. فانت عارف ان هو جاي بارلل تو برنسبل اكسس، سوري مش جاي بارلل تو برنسبل اكسس، ده جاي باسنج تو ذا سي، معدي على السي، خلاص يبقى ات ويل ريفلكت اون اتسلف. اما لو هو جاي ده، هنفترض ان ده الايه؟ البرنسبل اكسس، دي البي اهي ودي الاف مثلا، فنفترض ان هو جاي بارلل تو برنسبل اكسس تو ريفلكت باسنج تو ذا F. طيب لو هو جاي اصلا على الاف فهو هيخرج ايه؟ parallel passing parallel to the principal axis. طب لو جاي على السي، ده انت جاي على السي اصلا، فانت ما عدتش على الاف ولا جاي parallel، فانت هتخرج it will reflect on itself. وهتلاقي الدروينج دي في الكتاب بتاع المدرسه، ولو في كتب خارجيه معاكوا او حاجه هتلاقوا الرسومات دي واضحه جدا. طيب how the image is formed، ازاي بقى الصوره بتتكون؟ انا عاوز افهمكم حاجه، ان الايمج بتاعت اي ميرور بتتكون due to intersection of rays، يعني نتيجه ان الريز دي اتقابلت مع بعض. الاوبجكت هو منور، او لو يعني انت لو انت واقف قدام مرايه، فانت النور بينزل عليك الاول، the light fall on your body and it reflected to the mirror، فانت في نور بينزل عليك وبيرجع، وبالتالي انت مش لايت ري واحد بس اللي خارج منك، ده خارج انواع كتير من اللايت ريز، يعني اعداد كبيره جدا من اللايت ريز. بس اهم اتنين يهمونا هو اللاين او اللايت ري اللي خارج بارلل تو برينسيبل اكسس واللي خارج رايح على الفوكس، دول اللي يهموني عشان دول اللي بيكونوا الايمج. اي لايت ريز ثانيه ات ويل ريفلكت اون سيلف، بس دول هما اللي هيقدروا يكونوا لي الايمج. طيب انا عندي
ميرور اهي، دي اسمها كونكيف ميرور. طيب الميرور دي عندها، سيبكم من الفي دي، الفي هنا هنعتبرها الايه البي، ها يعني الفي هنا هنسميها بي. البرنسبل اكسس اهو واضح ان السي مع البي مع الاف ماشي، وده لاين واحد. طيب يهمني ايه؟ لو انا جيت حطيت اوبجكت اللي هو اللون الاحمر ده، لو انا جيت حطيت الاوبجكت هنا، فالاوبجكت ده نزل عليه نور وخرج منه ريز كتير جدا، فاللي يهمني اول ري ده اللي هو خارج بارلل تو برنسبل اكسس ده هيخرج سوري هيخرج من الاوبجكت ويروح على الميرور، والميرور عامله له ريفليكشن، الريفليكشن يقوم ايه مخلي الري يعدي على الاف. ادي اول ايه لايت ري خرج بارلل من الاوبجكت وتعكس، يعني حصل له ريفليكشن وراح للاف. طب الري التاني اللي يهمني ان الري اللي خارج من الاوبجكت وباسنج ثرو فوكس ات ويل ريفليكت بارلل تو برنسبل اكسس، اللي خارج رايح على الفوكس ده ات ويل ريفليكت ايه بارلل تو برنسبل اكسس، هيخرج رايح هيخرج رايح على البرنسبل اكسس. خدوا بالكم من حاجه ان الري ده خرج كده والري ده خرج كده، الله ده اتقابلوا في الحته دي، واخدين بالكم ان النقطه دي اللي اتقابل فيها التو ريز، ما هو الاول جاي كده، الاول ده خرج دخل على الميرور كده وخرج كده، طب التاني دخل على الميرور كده وخرج كده، فهم اتقابلوا في النقطه دي. وانت بتقول لي ان الامج فورم ديو تو انترسيكشنز اوف ري، نتيجه تقاطعات الري مع بعض، نتيجه ان الريز بتتقابل مع بعض، يبقى كده الامج هتتكون في النقطه دي. يبقى ان الجزء ده من الاوبجكت اتكون فين؟ اتكون هنا. الله، هو الاوبجكت باين مقلوب، يعني مش ده كده الاوبجكت، الحته دي اللي فوق في التوب بقت تحت، الريز اتقابلت اهي، الريز عكست الايه الصوره. انت فعلا لو جبت معلقه اللي هي معلقه شكلها عامل زي الكونكيف كده، المعلقه دي تبقى مقعره كده فيها كونكيف ميرور، برضو تعتبر زي الكونكيف ميرور. بص في المعلقه كده، لو هي معلقه نظيفه ستانلس ستيل نظيفه كده، بص فيها كده هتلاقي صورتك مقلوبه. ده الايمج فورمد ثرو كونكيف ميرور از انفرتد، الصوره بتبقى مقلوبه، مش لاترالي انفرتد، لا هي انفرتد يعني مقلوبه. طيب دي اول معلومه، ان ذا ايمج فورمد ثرو كونكيف ميرور از انفرتد في الحاله دي، يعني في الحاله اللي احنا بندرسها دلوقتي. طيب الحاجه الثانيه اللي انا عاوز اقولها لكم، ان الصوره اللي اتكونت هنا هي ريل. كلمه ريل يعني ايه؟ كلمه ريل يعني حقيقيه، او بمعنى اصح كان بي ريسيفد اون سكرين. انا اقدر احط هنا سكرين، او اقدر احط موفي سوري يعني اقدر احط حاجه تستقبل الصوره هنا، واقدر اخزن الصوره دي واستخدمها بعد كده، لان هي جمعوا الريس كلها جمعت هنا. فانا لو حطيت فيلم او حطيت مثلا شريحه او حطيت حاجه تقدر تستقبل لي تجمعات النور دي وتكون لي صوره وتحتفظ بالصوره. سو اتس ا ريل ايمج، النور نفسه تقاطعات النور نفسه اتقابلت مع بعض فعملت انترسيكشن وي فورم ذا ايمج. يبقى ذا ايمج از ريل، ذا ايمج از انفرتد. تالت حاجه، ودي بتختلف من حاله للتانيه، هو الفكره اللي انا بتكلم فيها دلوقتي انك تفهم الصوره بتتكون ازاي، ولكن احنا في الحقيقه عندنا حالات كتير للموضوع اللي احنا بنتكلم عنه ده. انت علشان تكون ايمج على كونكيف ميرور انا لازم اسالك سؤال، وهو انت حاطط الاوبجكت في انهي بوينت؟ مش انت عندك سي اللي هي سنتر اوف كيرفيتشر وعندك اف، انت حاطط الاوبجكت قبل الاف يعني على مسافه اكتر، مش دي فوكال لينس اكتر من الدبل فوكال لينس اللي هو السي دبل فوكال لينس يعني سي، ولا حاطه مور ذان دبل فوكال لينس؟ ده دي فوكال لينس اللي هو من البي للاف ومن الاف للسي كده دبل فوكال لينس، يعني ده فوكال لينس وده فوكال لينس يعني دبل فوكال لينس، انت حاطه بعديه. في الحاله دي بيتكون صوره معينه، ولو حطيته عند الدبل فوكال لينس بالظبط عند السي هيتكون صوره تانية، ولو حطيته عند الاف هيتكون صوره ثالثه، ولو حطيته بين الاف والسي هيتكون صوره رابعه، وهكذا. فالنقطه اللي انت حاطط فيها الاوبجكت الايمج هتتكون مختلفه عن الاماكن الثانيه. فتعالوا نشوف ذا فيرست كيس،
the position of object, the position بتاع الأوبجكت موجود فين, a distance greater than radius اللي هي يعني greater than double focal lens. بتيجي في الامتحان كده double focal lens, تعرف ان انا حاطط الأوبجكت ايه على بعد 2 double focal lens. يعني ايه؟ ادي focal lens, ادي واحد اللي من الاف للفي او البي, وادي تاني ده كده double focal lens. انا كده عند وقت double focal lens انا حطه بقى more than. ففي الحالة دي الامج بتكون ايه؟ الامج هتتكون between the f and the c, it will be the position of image. الصورة هتتكون فين؟ between the focus and the center, هتتكون بين الفوكس وبين الايه؟ السنتر. طيب شكل الامج ايه؟ properties of image, it will be real image, يعني هتكون صورة حقيقية, real can be received on a screen, inverted and diminished. كلمة diminished يعني صغيرة, واضح جدا ان الاوبجكت هنا كبير والصورة بتاعته صغيرة. So the image formed when you put the object at distance greater than the radius, it will be formed at distance between the focus and center of curvature, and it will be real inverted and diminished. طيب لو انا حطيت الاوبجكت على السي, على السي دي معناها at center of curvature او distance equal radius, او ان هي at double focal lens. يعني حطيته عند ادي الفوكال لينس الاولاني وادي الفوكال, يعني ايه ده دبل بتاعه, فالدبل فوكال ايه لينس. The image will formed at center of curvature برضو, يعني انت لو حطيت الاوبجكت على center of curvature بالظبط يبقى انت عند الايه, هتتكون الايمج بتاعتك عند center of curvature. مش بس كده, الصوره هتتكون real, هتتكون inverted, هتتكون equal in size. يبقى لو انت حطيته بعيد عن السي هتتكون diminished او very small, لو انت حطيته عند السي بالظبط هتبقى equal in size. طب لو انت حطيته بقى ايه at distance shorter than double focal lens او between ال F وال C, لو انت حطيته قبل ما double focal lens تكمل, يعني حطيته ادي الفوكال لينس وقبل الدبل فوكال لينس يعني بعد ال C بشوية, so the image will be greater than the object, الصورة هتكون كبيرة وهتتكون at distance more than double focal lens, هتتكون بعد ال الدبل فوكال لينس يعني بعد السي, ومواصفات الصوره دي هتكون ريل وهتكون انفرتد وهتكون انلارج. دي الحاله الثالثه, لو انت بقى قربت شويه عديت السي الصوره هتتكون قبل السي وهتكون انلارج يعني كبيره وريل وايه وانفرتد. طبعا انا بكون الصوره دي ازاي؟ انا بخرج الري كده وبخرج الري خليه يعدي على الفوكس, وواحد تاني معدي على الفوكس ويخرج, لما تيجي ترسمها هتلاقيها طالعه مظبوط. طيب لو انت حطيت الاوبجكت بقى قربته قوي, يعني قربته قوي بعد الاف كمان, يعني انت كان الحاله اللي قبل كده كانت بين السي والاف, لا انت رحت بعد الاف, لو رحت بعد الاف الصوره اللي هتتكون مش هتكون ريل, هتكون فيرتشوال. ليه بقى؟ لان الري اللي خارج بارلل اتعكس راح على الاف. طب الري التاني مش عارف يروح على الاف لان هو اصلا بعد الاف, وبالتالي مش هيتكون الايه الانترسكشن بتاعه. الانترسكشن يعني الخط اللي بيكمله او الخط الوهمي اللي بيكمل الري. فشوفوا الايمج اتكونت فين, هي ايمج وهميه مش متكونتش في الحقيقه, وفي الحقيقه هنا قدام الميرور مش هتشوف حاجه. الصوره اللي اتكونت فيرتشوال يعني مش حقيقيه, واتكونت ابرايت واتكونت ماجنيفايد, ماجنيفايد يعني كبيره او انلارجد. فلازم تكون عارف الكيسز دي لو انت حطيته بتوين البي والاف, معنى كده ان هي هتتكون بيهايند ميرور وفيرتشوال وابرايت وماجنيفايد. الحالات اللي فاتت دي حالات مهمة جدا ولازم تكون حافظها بالتفصيل وتقعد ترسمها كده وتحفظ ان الصورة لما حطها عند كذا هتلاقي في الكتاب المدرسة صفحة كده فيها كل التفاصيل دي, وبرضو لو معاك كتاب خارجي او ورق تاني هتلاقي فيه كل الرسومات دي واضحة تقعد تذاكرها كده. طيب the properties of image formed by convex mirror, احنا كل كلامنا اللي فات كان بيبقى على الكونكيف. فلو احنا اتكلمنا على الكونفكس, الصوره اللي بتتكون في اي حاله من الحالات بتكون سمول ابرايت فيرتشوال. يعني دايما الكونفكس, احنا اللي فات ده كله كنا بنتكلم على الكونكيف, لو اتكلمنا على كونفكس فهي بتبقى سمول وابرايت و فيرتشوال. عندنا فيري امبورتنت كومبيرينج او فيري امبورتنت definitions كده, وهي ايه الفرق بين الريل ايمج والفيرتشوال ايمج. انت بتقول لي ساعات ايمج وساعات
ساعات بتقول الريل الايمج ريل وساعات بتقول ان هي فيرتشوال. الفرق بين الريل والفيرتشوال هي ان كان بي ريسيفد اون سكرين الريل اولويز انفرتد، دايما الريل بتبقى انفرتد وفورمد فروم انترسكشنز اوف ريفلكتد ريز. دي اهم نقطه، ان هي ايه؟ ان هي فورمد ديو تو انترسكشنز اوف ذا ريفلكتد ري. اما لو جيت بصيت على الفيرتشوال هتلاقيها ان هي فورمد فروم ذا انترسكشنز اوف اكستنشنز. الايه الانترسكشن اوف اكستنشنز مش الريفلكتد بالظبط، يعني هي الاكستنشن بتاعت الريفلكشن، يعني امتداد الريفلكشن زي ما كنا بنتكلم هنا. ده كده اسمه اكستنشنز اوف ريفلكتد لايت ريز، مش الانترسكشن الحقيقي بين الريفلكتد لايت ريز. يبقى الريل ايمج كان بي ريسيفد اون سكرين اولز انفرتد فروم فورمد فروم ذا انترسكشن اوف ريفلكتد ريز فورمد باي كونكيف ميرور اونلي، تكون على كونكيف ميرور ايه اونلي. اما الفيرتشوال كانت بي ريسيفد اون سكرين اولز ابرايت، دايما بتبقى عدله فورمد فروم انترسكشن اوف اكستنشنز اوف ريفلكتد ريز فورمد باي بلين اور كونكيف اند كونفكس ميرور. وده كومباريزن مشهور جدا ولازم يجي لكم في الامتحان على فكره، لازم يجي لك سؤال على الريال وي الفيرتشوال. اتمنى ان انتوا تكونوا ليسن 1 شفتوه كويس وفهمتوه. طبعا في سام يوزس انا ما اتكلمتش عنها في الفيديو ده، يوزس اوف كونكيف اند كونفكس ميرور، بقروها من اي مصدر هتلاقوها حاجات كلها بسيطه، ولما نعمل ريفيجن ان شاء الله هنستخدم او هنتكلم على اليوزس دي. بتمنى ان الليسن ده يكون سهل. امسكوا اي كتاب خارجي او اي كتاب، حط السؤال قدامك وطلع اجابته، يعني دايما خليك سريع في المذاكره، اللي هو حاول تحل السؤال، ما عرفتش طلع اجابته وشوف اجابته ايه وتعلم ازاي اجابته اتحلت وابتدي حله تاني بنفسك. اقعد حل الاسئله اللي موجوده في الكتب الخارجيه دي، استفاد منها. هتلاقي اسئله كتير جدا، بس لازم وانت بتحل يكون جنبك كتاب الاجابات علشان تشوف السؤال وتشوف اجابته وتتدرب عليه كويس لحد ما تقدر تحل بنفسك. بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في الدروس دي كلها. هنتكلم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله على موضوع مشابه للميرورس، هو اللينسز، نفس الكلام اللي قلناه هنا هنقوله تاني بشكل مختلف شويه في اللينسز. فاتمنى ان انتوا تكونوا مستمتعين بالشرح. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.